أهلا بكم مشاهدينا. في محاولة لتعويض ما خسرته بعد 17 من أكتوبر، تستغل الأحزاب اللبنانية الأزمة الحالية غير المسبوقة في لبنان لتصوير نفسها على أنها مخلص الشعب اللبناني من الضائقة المعيشية التي يمر بها، حيث تغطت صناديق الحصص الغذائية والمعونات في لبنان بصور شعارات الأحزاب أو قادتها، منها مثلا التيار الوطني الحر الذي قدم في فترات الصيام المسيحية وقبل عيد الفصح معونات تحت اسمه وفي مناطقه، وفي حين قدمت القوات اللبنانية وغيرها من الأحزاب المسيحية كتيار المردة والكتائب معونات هي الأخرى تحت شعاراتها وفي مناطقها. ومع قرب شهر رمضان بدأ حزب الله بتنظيم حملة لتوزيع المعونات في مناطقه، ناشرا مقاطع مصورة على جودة عالية من الإنتاج أثارت استغراب اللبنانيين الذين لا يرون أن المعونات سببا للافتخار كما يصورها الحزب. توزيع المعونات بالنسبة للبنانيين لا يحسب للتيارات وإنما ضدها. ناشط لبناني أشار إلى هذا الموضوع، قال: يحتكرون موارد البلد بيد ليقننوا علينا باليد الأخرى حقوقنا بإعاشات الذل، فقط يسعون أن يبقوا الوكيل الحصري لطوائف جائعة وتائها في دولة متهاوية. فيما اتهم مغرد حزب الله بالترويج للعالم عبر أبواقه على أنه يساعد اللبنانيين عبر بطاقات الإعاشة، علما أن حزب الله يقوم باحتكار السلع اللبنانية المدعومة.